بفك العزلة على المناطق الجبلية والمراكز الناشئة بجهة الشمال لسيدة السادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فيتفضل أحد السادة النواب مشكورا. الوزير، نسائلكم عن المجهودات التي تقوم بها حكومتكم لفك العزلة على المناطق الجبلية والمراكز الناشئة بمناطق الشمال. شكرا، جواب السيد الوزير. شكرا رئيس. سيد نائب المحترم، المناطق ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة عندها واحد ثلاثة ديال البرامج اللي هي وطنية اللي هي تتشملها واللي بالفعل في البرنامج الطرقي واحد وجوج كانت فيهم 2245 كيلومتر ومنها 614 الحسيمة فقط. في برنامج التأهيل الترابي 198 كيلومتر بالنسبة للجهة، فيما يخص الحسيمة خدت أكثر من النصف 97 كيلومتر من أصل 410 مليون ديال الدرهم، خدت الحسيمة أكثر من 60% 298 مليون درهم. وفي برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية أيضا الجهة عندها 567 كيلومتر منها 40 كيلومتر للحسيمة. وفي البرنامج اللي هو مرتبط فقط بالحسيمة منارة المتوسط 170 كيلومتر 12 منشأة 714 مليون درهم في أفق 2019. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الوزير. السيد نائب تعقيب. وزير، حنا كنعرضوا عليكم مشاريع لم تنجز ولا زالت السكان ينتظرون، باسهاب الطريق الوطنية ذات الحمولة التاريخية اللي كتربط الطريق الوحدة بعبد الغياس بن عيسي السفلى والعليا وبن احمد والمخزن والساحل الاسمر، الاشغال متوقفة فيها منذ 2010. الطريق اللي كتربط جماعة طبرانت والطريق الوطنية بحث مداود، الطريق متوقف، الاشغال متوقفة فيها منذ 2011. الطريق الرابطة بين بن احمد مكزن بين دوار اسسنو اقرارا في اتجاه جماعة تونات، الدراسة انجزت في 2011 والاشغال متوقفة. الطريق اللي كتربط جماعة بن بنصار بدوار تمديت، الطريق تنهار حاليا السيد الوزير. هذه الاشغال يجب إيلاؤها الأهمية القصوى لأنها كتربط واحد كثافة سكانية كبيرة، والاشغال انجزت في أشطر ومتوقفة إلى يومنا هذا، ولهذا الطريق الطرق تعتبر من الطرق ذات البعد الاستعجالي في البرامج اللي كتنويو تطبيقها، وخاصة في البرامج ديال تقليص الفوارق المجالية بإقليم الحسيمة. وهذه المناطق السيد الوزير كلها مناطق جبلية وكتعاني في الدرجة الأولى في فصل الشتاء، كيتقطع الربط ديال هاد السكان بالعالم الخارجي إن على مستوى التطبيب أو التسوق أو التمدرس. ولهذا أنتم ملزمون في الحكومة باش تعطيوا الأولية والقصوى لهذه الطرق تفاديا لإحراج السكان واجعلهم في عزلة على العالم. وشكرا. شكرا. جواب السيد تعقيب إضافي. جواب السيد الوزير. بدون أدنى شك أنا قصدت أنني نميز البرامج الثلاث السيد النائب المحترم باش نبين لك على أنه المسؤولية تتوزع في جزء منها فيما هو مرتبط بالاستثمار وبالتمويل ديال الحكومة بالحكومة، وفيما هو مرتبط بالشركاء ديال الوزارة في بعض البرامج منها هو أيضا مرتبط بالشركاء، ومنهم الجماعات المحلية المنتخبة التي التزمت في إطار هذه البرامج بالحصة ديالها، واللي جزء منها وللأسف لا زال لم يفي بما كان يجب عليه أن يقوم به. وبالتالي نحن معك على أنه ضرورة الالتزام وإكمال الالتزام، والمسؤولية مرتبطة بالمحاسبة أكيد، لكن كل في مجال ما هو ملتزم به في أفقه الزمني والمالي. شكرا. البرنامج الوطني للطرق القروية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد نائب. شكرا سيد رئيس. منذ سنة 1995 سيد الوزير أعلنت برامج وطنية للطرق القروية لفك العزلة عن ساكنة العالم القروي وتسهيل ولوج الخدمات الاجتماعية. نسائلكم سيد الوزير عن حصيلة تنفيذ هذه البرامج وعن أفاق مستقبلي. وشكرا. شكرا سيد نائب. سيد الوزير جوابكم. سيد رئيس، بالفعل الحكومات السابقة والحكومة الحالية ملتزمون ب في إطار البرامج ديال التنمية وديال فك العزلة وخاصة في المجال القروي والجبلي ببرامج، منها البرنامج الأول ديال 1995-2005 اللي كانت في 11 ألف كيلومتر 6 المليار ديال الدرهم، والبرنامج الثاني اللي بدأ في 2005 واللي وصل في 2016 إلى نسبة الإنجاز اللي هي في حدود 97%
خلال 15500 كيلومتر. باقي بعض الاشكالات اللي هي مرتبطه في الانطلاق في هذه السنه، واحد 500 الى 600 كيلومتر، نحن بصدد اعاده النظر في اما في الصفقات واما في الاشكالات اللي هي مطروحه، على اساس انه بالفعل هذا البرنامج ديال هذه 20 سنه جعلنا نديروا حوالي 26000 كيلومتر ديال الانجاز في المجال القروي والجبلي، واللي يمكن نقول لكم على انه بالفعل العمليه التشاركيه اللي تمت مع العديد من القطاعات ومن الجماعات كانت جد ايجابيه، وانه النسبه الولوجيه اليوم راه في حدود 80% بعدما كانت هذه 10 سنوات اقل من 60%. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد نائب من فريق العداله والتنميه. سيده نائبه. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، اننا اذ نتمم المجهودات المبذوله من طرف الحكومه في إنجاز البرنامج الوطني للطرق القروية وفك العزلة عن العالم القروي، إلا أنه وجب التنبيه إلى مجموعة من العراقيل والتحديات التي تتجلى أساساً في جودة شبكة الطرقية المنجزة وضمان الصيانة المستمرة لها بما يلحقها من أضرار الفيضانات والأمطار القوية التي تخلف أثارها على البنية الطرقية. أيضاً هناك إشكالات مرتبطة بغياب معايير ثابتة إن على مستوى اختيار الطرق المقترحة للبرمجة أو ما يتعلق بحصة الجهات في الاستفادة من إنجاز البرنامج وفق سلم للأولويات عادل. من عوائق الإنجاز أيضاً السيد الوزير تخلي أحد أطراف المشروع عن التزاماته، لذا نؤكد على ضرورة تحقيق الالتقائية المطلوبة بين الجهات المنفذة للبرنامج وبناء الطرق بين وزارة التجهيز ووزارة الفلاحة. شكرا سيدة، استنفدتم الوقت. هل هناك تعقيب إضافي؟ جاوبكم السيد الوزير. نعم، شكرا سيد الرئيس. بالفعل سيد النائب أعطت بعض المعيقات اللي متوفرة، لا شك أننا تعقيب إضافي. اسمح لي السيد الوزير. نعم، تعقيب إضافي تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. انا غير بغيت نقول على البرنامج الوطني لفك العزله، كاين البرنامج الوطني الاول والثاني وكاين حتى الثالث، واللي هي كنلاحظوا على اساس انه ما كاينش واحد العداله على صعيد الوطن باش يكون هذاك البرنامج يتطبق بالاول بالاول والثاني بالثاني والثالث بالثالث. نعطينا نموذج مثلا في الشرق واقليم قرسيف وبالاخص ساكا اللي عندها مشروع ديال ساكا ابو معاويات اللي يعني كان خصو يتنجز في 2011، لحد الساعه مازال والعمال ديال الخارج كيشتكيو ولحد الساعه مازال ما تنجزش. لهذا هو انه ما كاينش واحد العداله، ما كاينش واحد العداله اجتماعيه في هذا المجال، ومن هذا المنبر كنطلبوا على اساس انه هذيك العداله خصها تطبق، ما يكونش واحد المنطقة من غير أخرى. وشكرا. شكرا السيد نائب. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير تفضل. شكرا السيد الرئيس. أنا قلت بالفعل السيدة النائبة تفضلت بإشارة إلى بعض المعيقات واللي هي بالفعل متوفرة، وخاصة فيما يرتبط بضرورة أنها تكون عندنا الالتقائية. اليوم البرامج اللي هي مرتبطة بالطرق وخاصة اليوم البرامج اللي هي مرتبطه في مجموعه ديال الصناديق وخاصه الصندوق ديال التنميه القرويه والجبليه، اليوم فيه التقائيه حقيقيه باعتبار انه كاين جلسات نقاش وحوار لتحديد الاولويات، وهذا تيجاوب على التدخل ديال السيد النائب المحترم اللي بالفعل تيقول ان هناك فوارق. الفوارق ديال هذه 50 سنه جزء منها لا زال حاصلا، واليوم الاطار المقاربه التشاركيه اللي تعتمدها الوزاره هي مقاربه انه السيد الوزير اللي كان قبل الاستعمار اللي هو السير رباح كتعمل لقاءات في جميع الاقاليم والجهات، وكان تيكون حوار مع المنتخبين وعمل المجالس المنتخبه، وكان خلال هذه المجالس يتم اقتراح بعض الطرق وبعض المحاور اللي يمكن تكون كمقترح برنامج في البرامج المستقبليه. وبالفعل داك الشيء اللي كان، وخاصه انه عندما تتوفر الموارد الماليه يتم اخذ بعين الاعتبار مختلف هذه المقترحات اللي تجينا من الجماعات ومن الاقاليم. واليوم نحرص على انه بالفعل نعطي الاولويات في اطار المؤشرات اللي عندنا، على اساس انه يتم تقليص الفوارق المجاليه في هذا المجال، باعتبار انه كاين اقاليم بكل صراحه التي استفادت اكثر من اخرى خلال هذه الفتره ديال 30 سنه. اليوم نعمل على اساس اننا نقلصوا من هذه الفوارق، واللي عنده اقل من 25 نقطه ديال النمو في مجال الطرق القرب.
شكرا. برنامج الطرق للسيدات والسادة النواب من فريق الأثار والمعاصرة، فليتفضل أحد السادة النواب. مشكورا. فريق الأثار والمعاصرة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، البرنامج الحكومي ديال الطرق والنصيب ديال الإقليم قلعة سرغنة من الطرق، وشكرا. شكرا سيد الوزير. رئيس مدام، سؤال مباشر. قلعة سرغنة، أنا نقرا عليك الأرقام اللي عندي بالمباشر. إقليم قلعة سرغنة اللي فيه تقريبا شبكة طرقية في حدود 667 كيلومتر، فيها 21% وطني. هناك اتفاقيتين للشراكة في المجال ديال الصيانة والجودة، فيهم 241 كيلومتر، 206 مليون ديال الدرهم، في طور الإنجاز 140 مليون درهم. فيهم الطريق الإقليمية 2115، الطريق الإقليمية 2117، 2139 و 2131، ثم أيضا تم إدراج الطرق غير المصنفة التي تربط الجهوية 206 بالوطنية 123. وهناك في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية في الشق ديال الحفاظ على الطرق اللي هي مصنفة، عندنا برنامج ديال 106 مليون ديال الدرهم، وهذا اللي تيعطي واحد النسبة ديال الولوج السيد النائب في حدود 76% للعالم القروي في المجال الطرقي. شكرا. شكرا السيد. وتعقيب السيد النائب فريق الأثار والمعاصرة. شكرا السيد الوزير على هذه المعطيات المهمه. غير هو السيد الوزير خص واحد الاسراع بالمرصد الوطني للاشغال الوطنيه للاشغال العموميه، لان بقات غير العموميه لان مشات الاشغال، وباش نحافظوا على هذه المنظومه ديال سميتو خصنا واحد سميتو خصنا نحافظوا عليها بسميتو بواحد المرصد اللي اسميتو باش تولي الاشغال العموميه، لان بقات غير العموميه. ثانيا السيد الوزير، اعاده النظر في انتشار المديرين الجهويين والاقليميين. كاين مدير اقليمي لا يفقه شيئا لا تكنيك من ناحيه التقنيه، يلاه صلى ربع ايام ولا خمس ايام جا مدير. غتقول لي السيد الوزير راه دار تيست، راه نجح في التيست ونجح في سميتو، هذاك التيست كيدار شكليا. وشكرا. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي؟ تفضل السيد النائب فريق التجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، لا يكفي فقط البرمجه ديال الطرق، وإنما يجب التنفيذ وخرج الوجود، ولعل إقليم تازة كمثال على ذلك. يكون أعطيك مثال، وهو بالنسبة للطريق الوطنية اللي كتربط ما بين الطريق الإقليمي اللي كتربط ما بين الطريق الوطني 5 والطريق السيار فاس تازة، وكتمر على تاهلة زريردة رباط الخير، هي مبرمجة ولكن منذ مدة ولم تخرج بعد الوجود. ثم هناك طرق غير مصنفة لم يتم هي برمجتها، وهي سبب الاحتجاجات في الجامعة ديال الزريردة. وبالتالي كنتمشوا منكم باش تاخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات هذه، وتبرمجوا وتخرجوا هذه الطرق اللي مبرمجة لحيز الوجود. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ جاوبكم السيد الوزير. تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. بالفعل السيد النائب خرج من المجال ديال الطرق ودخل شويه في المجال ديال المرصد وديال الاعمال الاشغال العموميه وديال التصنيف ديال المقاولات، واللي الحمد لله الوزاره اليوم عندها واحد الريبيرتوار اللي هو كافي في هذا المجال، وايضا التدبير ديال الموارد البشريه سواء كانوا مدراء اقليميين او جهويين. لا يمكن اننا في البرلمان نجي نقولوا المدراء الجهويين ديال الوزاره ديال الجهاز والنقل ليسوا في المستوى، وانهم خداو جوج سوايع وجاو يديروا. لا، بالفعل حنا الوزاره ديال التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء الأطر ديالها مشهود لهم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الأفريقي وعلى الصعيد الدولي، من بين أفضل الأطر ديال المغرب. واللي تيهضر على الناس اللي كيب موراك عارف هذا الموضوع السيد النائب، راه تيتكلم بالفعل كوادر حقيقية. إذا كانت بعض الإشكالات اللي هي مرتبطة ببعض الصفقات وببعض الملفات هي ليست الأشخاص، سواء كان مدير إقليمي ولا جهوي، هو الذي يتخذ القرار وهو الذي يصنع ذاك المقطع والتي تابعه. كاين مؤسسات التي تشتغل معه، سواء كانت مؤسسه ديال الدراسات ولا المؤسسه ديال البي دوزو ولا المؤسسه اليوم اللي عندنا المديريه، هو متخصصه في المتابعه مثل هذه وتتعرف داك الشيء. بالاضافه الى انه اليوم القانون ديال الصفقات راه واضح
وبالفعل فيه واحد المجموعه ديال المراحل اللي خاصو يتبعو من المدير الجهوي وايضا المدير الاقليمي في حدود الاختصاص ديالو، واللي ما يمكنش هو يتجاوزها وان كانت عنده رغبه شخصيه في التجاوز فلا يمكن له الا ان ينضبط لمثل هذه القوانين. واذا عندك شي احالات اللي هي خاصه حنا مستعدين باش نشوفوها تازا مادام هو في اطار التعقيب، ما عنديش المعطى الدقيق على هذا الطريق، لكن نحن مستعدون على مدارسه هذا الموضوع الخاص اللي هو مرتبط بهذا المقطع اللي تكلم عليه السيد النائب، على اساس اننا نشوفوا فين هو متاخر ونحاولوا نسرعوا بالانجاز ديالو اذا كان ذلك الوزير. الرابع حول تاهيل الشبكه الطرقيه ببلادنا للسيدات والساده النواب المحترمين بفارغ التجمع الدستوري، فضل احد الساده النواب مشكورا. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والساده النواب المحترمين، نسائلكم السيد الوزير ما هو برنامجكم عن تأهيل الشبكة الطرقية ببلادنا وشكرا. شكرا السيد الوزير، تفضل. السيد الرئيس، السيد النائب مشكور على السؤال ديالك، ولكن نظن في اللجنة هو اللي يمكن نوسعوا في هذا البرنامج، لأنه إلا جينا نتكلموا على البرنامج ديال الوزارة راه خصنا ليس دقيقة ونصف. المهم اليوم عندنا واحد الشبكة اللي فيها 57,000 كيلومتر واللي تنشتغلوا عليها عبر برامج محددة، وهذه البرامج المحددة فيها جزء اللي هو مرتبط بالصيانة، وعندنا رؤية في إطار الاستراتيجية الطرقية ديال الوزارة اللي هي رؤية ديال 2035 حتى 2035 بواحد المخطط مديري شيما ديريكتور اللي هو واضح في إطار الإنجاز البناء، ولكن ايضا في اطار التهيئه والصيانه. اللي عندنا اشكال فيه ونكونوا صراحه معكم هو انه الميزانيه اللي هي مرصوده لهذه الاشكالات اللي هي مرتبطه اما بالتصنيف واما باعاده التهيئه واما بالصيانه لا تكفي ابدا باش اننا نديروا اوراش اللي هي موازيه في جميع ربوع المملكه، وبالتالي يتم وضع اولويات اللي هي مرتبطه اولا بتقليص الفوارق الاجتماعيه في المجال الطرقي، ولكن ايضا محاوله اخراج بعض الجهات في المجال التنموي واعطائها الفرصه حتى هي باش تلتحق بالركب. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضل. السيد الوزير المحترم، تعرف الشبكه الطرقيه في العالم القروي مجموعه من الاعطار، منها طرق ضيقه متهالكه ومحفره لا هي مزفته ولا هي مجرد مسالك، غياب الصيانه وتقوية جوانب الطرق وترقيع الحفر في الوقت المناسب. على سبيل المثال السيد الوزير، طريق ما بين الخنيشات إقليم سيدي قاسم وسد الوحدة، براج الوحدة، راه ما نعرف شحال ما تخدمات هذا الطريق كاع ومنسية، وكاين طريق أخرى وهي كتفك هذه الطريق، هذه كتفك العزلة على الخنيشات على جرف ملح وكتلحق حتى البراج ديال سد الوحدة وعند الريج، وكاين طريق أخرى اللي ما بين جرف ملحة وفاس، هاد الطريقه هذه اللي تاهي تناسات في خطره، وكنا كنديروا في الوقت ديالها ديك الساعه فاش كانت مصلوحه كنديروا ساعه على الارض باش نوصلوا من جرف ملحه لفاس، دابا ولينا كنديروا ساعه ونص جوج سوايع على الارض، والناس ديال فاس كانوا كيدوزوا على جرف ملحه باش يمشيوا لتطوان على جرف ملحه وزان الشاون تطوان، دابا ولاو كيديروا كيفضلوا يمشيوا على فاس مكناس سيدي قاسم بالقصيري سوق الاربعه القصر العريش عادي يدخلوا على سيد اليماني ويمشيوا لتطوان، هذا الشيء راه كبير بزاف ولازم هذه الطريق ما خصها. شكرا السيد النائب. وشكرا. هل هناك من تعقيب اضافي فاق الاصل والمعاصر؟ سيد الوزير، بما انكم تريدون تدقيق نسائلكم في شيء مدقق، في الدراسه وجد جميع الفرقاء متفقين الطريق اللي رابطه الطريق السريع ما بين فاس وتاونات فالحشيمة، دراسة كاينة، الفرقاء متفقين، المجلس الإقليمي تاونات ومولاي يعقوب والجهة باغيين يصوبوا هذا الطريق، الوزارة باغي تدير الدافع هذا الشيء باش يمكن يخرج، خصوصا أن الطريق رقم 8 أصبح طريق الموت، 70 كيلومتر كنديروا فيها ساعة ونص ساعتين، لذلك إذا بغينا شيء اقتصادي يتنمى في هذيك المناطق في هذيك الإقليم تاونات خاص هذا الطريق تخرج للوجود، أيضا عندكم مهندس واحد في مديرية إقليمية، كيفاش يمكن نتبعوا الأشغال؟ لذلك خاص واحد السرعة في التدخل في إنجاز هذا الطريق السريع ما بين تاونات وفاس. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب. هناك تعقيب إضافي، تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم، السادة الوزراء، تفضل. سيد الرئيس، إخواني أخواتي النواب والحضور الكريم، اللي بغيت نقول السيد الوزير هي على الطرق الإقليمية، راني من 2006 نائب برنامالي وأنا نغوت على هذه الطرق ولو ما جاب الله. الله يجازيك بخير السيد الوزير، راه حنا مشينا للوزاره شحال من خطره، مشينا جا عندنا السيد الوزير هضرنا وما عرفت كيفاش، ما عرفتش اش غندير دابا، ما عرفت على فين غنشكي.
كاين عندنا طريق 3403 شاده من ولاد حسين الى الولاد عيسى الى سيدي محمد خديم. طريق 3418 من ولاد عيسى الى السبت سيس. 3419 من طريق اللي غادا من سيدي اسماعيل الى السبت سيس. شكرا السيد، شكرا السيد النائب، شكرا. سلفتم الوقت. هل هناك من تعقيب اضافي اخر؟ جوابكم السيد الوزير، تفضل. سيد الرئيس، باش نكونوا واضحين في اطار بعض الحالات اللي هي حالات تذكر هنا في المجلس، يصعب انه نكونوا مدققين فيها لانه الحالات كثيره، وخاصه اللي تفضلوا به الاخوان. فهادشي ديال الخنيشات راه مشيت فيها، تنمشي فيها عديد من المرات. السيد النائب راه بالفعل داكشي اللي قلتي جزء منه صحيح، وراه الاجراءات بالفعل ديال التناول اليوم هو ايجابي، اننا في هذا المشروع اللي عندنا، البرنامج اللي عندنا ديال التقليص ديال الفوارق الاجتماعيه، عندنا فيه 30 مليار 23 مليار عفوا بالنسبه 30 الف كيلومتر، 8000 كيلومتر غتكلف بها وزاره التجهيز والنقل. واللي اليوم نحن بصدد، هو 2017-2023 نحن بصدد وضع البرنامج المستقبلي ديال هذه الفتره، والاولويات ستعطى لمثل هذه الحالات اللي عندنا اليوم. واحد الكارتوغرافي، واحد الخريطه ديال المغرب كله بالنسبه للطرق المصنفه او بي، والطرق المصنفه ما دون ذلك سي وغيرها. وبالتالي كن على يقين بانه الاولويات ستعطى لمثل هذه الطرق اللي كانت فيها اشكالات واللي هي مطروحه. الطريق الوطنيه اللي تكلم عليها السيد النائب ديال جهه تاونات تحظى من الوزاره بواحد المكانه خاصه، لانه كل مره تنجبدوها على الطاوله ويتم التداول في الطريقه ديال الاشتغال، سواء مع بالفعل مع الجهه، سواء مع الاقليم ومع المنتخبين، على اساس اننا بالفعل اليوم اذا كانت الدراسات جاهزه راه مازال كاين دي شتريك تكنيك من الناحيه التقنيه اللي مازال خاصنا في الوزاره اننا نزيدوا نضبطوهم. هي مساله اللي لن تاخذ مزيدا من التدقيق. هذا الشيء ديال جهه جديده بالفعل، إذا كان السيد النائب بالفعل تيمشي للوزاره، راه قالوا له علاش هاد الطرقان ما تصاوبوش، ولا علاش باقي فيهم تاخر؟ لان يعني مادام انت ملح الحمد لله، وقلت بانك ذهبت عديد من المرات، ما يمكن، راه قالوا لك علاش في الموضوع الاشكالات. كاين بعض الاشكالات اللي هي السيد النائب مرتبطه بالتمويل ديال المجالس ديالكم، ما كاينلاش نجبدوا الاسماء ديال المجالس اللي ما بغاش دير يدها في هذا الموضوع. شكرا سيد. شكرا. الطرق والمسالك بالعلم القروي للسيدة والسادة النواب المحترمين فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، ماذا أعدت الحكومة لفك العزلة الطرقية على العلم القروي؟ شكرا السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. هو كنت افضل انه جزء من هذه الاسئله يكون وحده الموضوع، لانه تقريبا نفس الاسئله. الوزاره والحكومات السابقه والوزاره الحاليه هي اليوم مرتبطه بتطبيق ما تم انجازه، سواء في البرنامج الاول ديال المسالك الطرقيه او البرنامج الثاني. وقلت على انه بالفعل اليوم 26000 كيلومتر، 11000 زائد 15500 التي تم انجازها خلال هذه المرحلتين، اللي اليوم بالفعل وصلنا لنسبه الولوج في العالم القروي والجبلي اللي هي حدود 80%. باقي هناك انجازات اللي هي مرتبطه ب 20% باش المغرب كله يولي بالفعل مربوط في اطار هذه النسبه ديال الولوج، وهذا اللي تيتطلب منا واحد 10 ديال النقاط اللي قررنا على انه في البرنامج المستقبلي، وخاصه ديال تقليص الفوارق الاجتماعيه، هذا اللي تكلمت لكم عليه. 23 مليار درهم، 30000 كيلومتر، 8000 غتقوم بها الوزاره، و 22000 كيلومتر غتقوم بها الوزاره الشركاء الاخرين ديال الوزاره، على اساس انه بالفعل نمشيو للطرق القرويه اللي هي مصنفه بالاساس، واللي البرنامج سيوضع ان شاء الله في قريب العاجل على اساس انه يمشي من 2017 حتى 2023. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. بالنسبه لوحده الموضوع، لم يطلب ذلك من رئاسه المجلس من اجل برمجتها، ولذلك لم نعمل على ذلك. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير، ولكن اذا لاحظتوا ان هذا السؤال دائما تيتعاود والاجوبه كتبقى نفسها، والمواطن دائما تينتظر بفارغ الصبر هذه الوعود وهذه البرامج اللي شنقولوا. كيف ما كتعرفوا السيد الوزير، عدد كبير من الطرق لم تشيد بعد ولا زالت في حاله الانتظار، وطرق اخرى مقص صالحه نهائيا ولات كتشكل عائق على المواطنين، بحيث في بعض الاحيان سياره الاسعاف كيصعب عليها حتى تقدم بعض الخدمات او توصل في واحد الوقت اللي هو قصير، العديد من الحوادث اللي في بعض الاحيان كتكون مميته.
سيد الوزير الحياه ديال المواطنين راه غاليه، والا هاد البرامج باقا معطله ولا ما عطاش النجاعه ديالها خاصنا شي حلول اخرى. وكاينه سيد الوزير بعض الطرق اللي ادات الى الهدر المدرسي وعاق التنميه الاقتصاديه بالعديد من المناطق. سيد الوزير ماشي هذا المشكل اللي كاين بوحده، ولكن كاين حتى القناطر اللي اصبحت ضروره ملحه ونقط سوداء بالنسبه للعديد من المجالس اللي ما عندهاش امكانيات، وخصكم التدخل العاجل من اجل تشييد بعض القناطر مثل جماعه المجاطيه ولا الطالب، اقليم ديونه اللي خاصها قنطره حدا الطريق الوطنيه 315 قرب القياده والمدارس. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟ السيد الوزير تفضل. غير في اطار الرجوع لك اللي تفضل به السيد النائب، اليوم نتحدث قلت في البرنامج على 15500 كيلومتر درنا فيها 97%، وفي هذه 97% 86% شكرا السيد الوزير. وضعيه بعض الطرق باقليم سطات للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل وضع السؤال. مشكورا. السيد الرئيس، السيد الوزير، توجد مجموعه من الطرق باقليم سطات في وضعيه مزريه، ومنها على سبيل المثال الحصر الطريق الاقليمي 36/17 المار عبر تمدرس وضريح سيدي محمد البهلول وجماعه ولاد شبانه، الطريق الاقليمي 36/29 الرابطه بين مركز راس العين وقيصر عبر ولاد ناصر، الطريق الاقليمي 36/12 الماره عبر جماعتي ولاد شبانه وبقرقوح، الطريق الاقليمي 36/05 في مقطعي المؤدي الى مركز جماعه قدانه، الطريق الاقليمي رقم 36/20 الرابطه بين مركز جماعه قدانه والطريق الاقليمي 36/18 عبر سد الدورات، الطريق الاقليمي رقم 36/18 الماره بجماعه مزوره، الطريق الاقليمي رقم 36/13 الماره عبر جماعات ولاد سعيد مزوره وسيدي محمد بن رحال، الطريق الاقليمي رقم 36/01 الرابطه بين مركز ولاد سعيد وجماعه خميسات الشاويه، الطريق الاقليمي رقم 36/25 الرابطه بين جماعه رياح وولاد مراح عبر جماعتي ولاد شبانه وواد النعناع. لذا نسائلكم السيد الوزير عن ما. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟ جواب السيد الوزير تفضل. السيد الرئيس، اقليم سطات بالفعل مادام السيد النائب طرح طرق بعينها، الاجابه هي كالتالي: الطريق الوطنيه الطريق الاقليميه 36/01 و 36/13 تم بالفعل التوسعه ديالها والتقويه ديالها خلال السنوات المنصرمه، وهي الان في حاله نعتبرها نحن في كلاسيا او بي في الاول. فيما يتعلق بباقي الطرق اللي تكلمت عليهم السيد النائب فقد برمجت في البرنامج ديال 2017 و2023، وهي كالتالي: تعيير وتقويه الطرق الاقليميه 36/05 36/12 36/13 36/17 36/18 36/20 36/29 والمقاطع الغير المعبده من الطرق الاقليميه 36/29 36/05 36/25 نحن نشتغل عليها، وبالتالي كل الطرق السيد النائب المحترم اللي تكلمت عليهم في السؤال ديالك اما انهم تم الاشتغال عليهم او انهم مدمجون ومدرجون في البرنامج ديال 2017/2023. شكرا سيد الرئيس. تحسين الشبكة الطرقية بالعلم القروي للسيدة والسادة النواب المحترمين الفخر الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتقدم السيد نائب المحترم لطرح السؤال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، لا زالت بعض المناطق بالعلم القروي تعاني من رداءة الشبكة الطرقية، على سبيل المثال بالنسبة لإقليم تونند الذي تشكو سكينته من العزلة المفروض عليها، فما هي التدابير المتخذة لتحسين الشبكة الطرقية بالعلم القروي؟ وما هي البرامج المحددة لتحقيق ذلك بعدما التزمت الحكومة في برنامجها برفع الولوج للطرق القروية إلى 90% سنة 2021؟ والسلام. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. الشق اللي هو مرتبط بالعالم القروي بالطرق ما غنتناولوش باعتبار أنه في الأسئلة السابقة، لكن فيما يتعلق بالإقليم تونات يمكن أن أقول أنه النسبة ديال الولوج في إقليم ديال تونات لا زالت دون المتوسط الوطني. بالفعل هناك تأخر بواحد 9 حتى 10 ديال النقط بالنسبة للمتوسط الوطني، وهذا اللي تيتطلب أننا نعطيها في المرحلة المقبلة أولوية حقيقية. على داك الشيء هي مبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية باش يتم تأهيل 264 كيلومتر في هذه المرحلة في إطار الطرق القروية المصنفة، وبناء 318 كيلومتر طريق جديدة كيلومتر جديد لفك العزلة بميزانية اللي هي
تقريبا واحد 800 مليون درهم، بالاضافه الى انه نكمل الان البرنامج ديال العالم القروي الثاني في حدود واحد 18 كيلومتر من اصل 510 اللي مازال من اصل 400 كيلومتر التي كانت مبرمجه خلال هذه العشر سنوات، وبالتالي عندنا واحد 18 كيلومتر العالم القروي اللي غادي نكملوها في هذه السنه ان شاء الله رب العالمين. شكرا سيد الرئيس. شكرا. جواب تعقيب السيد نائب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. كما كتعرفوا السيد الوزير بانه الطرق هما شريان الحياه، ولا ما كانش الطرق ما يمكنش غادي تقدم المناطق. هذه المناطق اللي كنهضروا عليها هي المناطق الجبليه والمناطق الصحراويه، لانه الا كان الطرق الا كان القدرون كلشي كيرخص. كيلو ديال الماطيشه الا ما كانش الطرق الا كان كيدير في المدينه 2 دراهم، في المناطق الجنوبيه كيدير 10 دراهم. ملي كنوضوا السيد الوزير وحنا كنغوتوا على وزير الصحه بانه العيالات كيموتوا، لابيلونس ما كتمشي شي بسبب الطرقان ديال العالم القروي. لهذا السيد الوزير حنا ما كنبغيوكش باش تهربوا، وفين ما عندنا كنسولكم كتقول لنا الجماعات القروي ما وفاش بالعهود ديالهم. حنا اللي كنطلبوا منكم بان من المنبع داك البارتيسيباسيون ديال الجماعات خصها تاخذ من المنبع وتحملوا مسؤوليتكم، لانكم انتم الهدف ديالكم والمصلحه نتاعكم واللي كتعرفوا انتم اللي كتعرفوا الطرقان، هما الجماعات ما كيعرفوهمش. شكرا لهذا السيد النائب. شكرا. استنفتم الجواب السيد الوزير في بعض الثواني. لو كان عند وزيره تجهيز هذه الصلاحيه هذه نقتطعوا من المنبع، لا تم انجاز كل ما هو به يعني تحت المسؤوليه ديالنا، ولكن القوانين كل شيء تعرفها السيد النائب المحترم، وهذا المقترح نتمنى لو ان كان بالامكان اننا ننجزوه. شكرا. شكرا السيد الوزير. نقطه نظام، تفضل السيد. شكرا سيد الرئيس. يؤسفني ان ابلغ الساده اعضاء مجلس النواب ان نائبا برلمانيا كان يناقش السيد وزير الماليه في جلسه في لجنة، وتوجه له السيد وزير المالية بإهانة وتصريح يمس بالاحترام الواجب للنائب البرلماني، حينما بلغه أمام الملأ وقال له سيد النائب أنا غادي نخرج فيك وأنا نخرج عليك، حنا سجل وسير لبار. وهذه الإهانة التي يقوم بها وزيرا في الحكومة لا يمكن أن نقبلها، وخاصة وزير المالية بالضبط، لأنها إهانة تمس بالاحترام الواجب. وأننا أتذكر وكنت رئيسا للفريق أن حينما تم الاعتداء على الزميل في فريق العدالة والتنمية وكذلك على الأستاذ فتاتي، وقفنا موقفا لأن كلنا نواب مسؤولون على حماية بعضنا البعض. شكرا. وعلى احترام الواجب للنواب. شكرا السيد النائب. شكرا. 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 نسجل ملاحظاتكم وسوف نرفعها إلى مكتب المجلس من أجل المدارسة. ونقطة نظام، تفضل سيدنا. سيد الرئيس، نحن في فريق التجمع الدستوري نتأسف أن تغليط الرأي العام وتغليط السادة النواب. ما وقع السيد الرئيس هو أن أحد النواب المحترمين من فريق الأسرة المعاصرة أثناء انعقاد واحد اللجنة كيصرح كيقول بانه هو عندهم تعليمات انهم يحاربوا وزراء التجمع الدستوري، وانهم هذا الشخص وزير الماليه، هذا الشخص وزير الماليه. لا 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 لا، من فضلكم السادة النواب نسمعوا لبعضياتنا. السيد الرئيس عنده حق، عنده طالب نقطة نظام. وهذا السيد طالب نقطة نظام، عنده دقيقة ديالو. السيد النائب. لا لا، الله يخليك، نوع من الهدوء في القاعة، كنطلبوا الهدوء في القاعة. السيد النائب المحترم السيد الرئيس كيقول بأن السيد وزير هو عنده معطيات على السيد وزير المالية من اللي كان والي في أكادير، وغادي يخرج هذه المعطيات، وكنتمناو أن اللي عنده شي معطيات يخرجها. شكرا. شكرا السيد النائب. إذا تفضل. سيد الرئيس، أرجو تطبيق النظام الداخلي كما هو. نقاط النظام واضحة حول سير أعمال الجلسة، ماشي إثارة بعض النقاط الخلافية، وهذا غير مقبول من طرفنا جميعا. نتمنى أن نتحلوا بالأخلاق اللي تجمعنا داخل هذه المؤسسة، وشكرا للجميع. شكرا السيد النائب. غير المادة 103 واضحة، المادة 103 واضحة في نقطة النظام، فيها دقيقة وتخص النظام الداخلي وسير الجلسة.
النظام الداخلي هذا داخل في هذا النظام الداخلي سي عمل لجان هذا وقع في داخل اللجنه على ما قال السيد. شكرا. اذا نمر الى القطاع المكلف. لا اسمح 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 لي السيد. اعطيناك الكلمه في اطار نقطه نظام. استمعنا لك السي وهبي. لا الله يخليك ما عطيناكش الكلمة. السي وهبي ما عطيناكش الكلمة. السي وهبي. إذا ننتقل إلى قطاع المكلف بالنقل. والسؤال نقطة نظام السي وهبي تفضل. شكرا السيد الرئيس. اسمح لي السيد الرئيس ان اثير الانتباه بان مثل هذه الامور كيمكن توقع اذا وقعت داخل اللجنه كاينه تسجيلات يجب ان نرجع اليها. انا وصلتني الشكوى واثناء انعقاد اللجنه في لجنه الماليه او اللجنه المشتركه مع مجلس المستشارين، لكن هذه المعطيات حنايا كنواب طبعا كيخصنا نتحراو في مثل هذه المسائل، وطبعا حنا كنواب خصنا ندافعوا على الاخلاقيه داخل هذا المرفق ديال اللي هو البرلمان، ولذلك لن نزايد في هذا الموضوع، ولا بد كذلك ان نستمع للسيد النائب يدير المسطره والسيد الوزير حتى هو نستمعوا له حتى لا نظلم احدا. شكرا. شكرا السيد الرئيس. تفضل. في البدايه قلنا بانه الملاحظه خديناها بعين الاعتبار وسوف توفى الى مكتب المجلس من اجل التحقيق فيها واتخاذ ما يجب اتخاذه. نمر الى السؤال الثامن. ثلاثين نقطة نظام. تفضل السيد الرئيس. على كل السيد الرئيس بطبيعة الحال مثل هذه الجلسات لا يمكن ابدا ان تتحول الى نقاش لموضوع، وانه بطبيعة الحال فقط يجب ان نستحضر مبدأ اساسي وهو المبدأ الدستوري والقانوني، وهو أنه البرلمان هو الذي يراقب الحكومة وليس العكس. هذا هو اللي كاين. يجب أن نحرص جميعا على حماية وصيانة هذا المبدأ وتفعيله في كل اجتماعاتنا وسيادته. البرلمان هو الذي يراقب وليس العكس. شكرا السيد رئيس. وكذلك نحن حريصين على تطبيق المادة الأولى في الدستور التي تنص صراحة على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. هذا هو اللي كنشتغلوا. إذن نمر إلى القطاع المكلف بالنقل. مشاكل النقل بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في اللي تقدم أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة والسيدات النواب المحترمين، السيد الوزير، مازال ساكنة العالم القروي كتنتظر تحسين خدمات النقل العمومي بالنظر لمعاناتها في النقل لقضاء حاجيتها اليومية في غياب إجراءات قانونية وتنظيمية وإدارية لتنظيم هذا القطاع الحيوي. ما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟ وشكرا. شكرا سيد نائب. سيد الوزير تفضل. إيس هو بالفعل المجال القروي في المجال ديال النقل والمجالات الحيوية باعتبار أنه موصل للتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذا القطاع لا غير منظم لا بنصوص قانونية. فالظاهر ديال 63 تتحدث عليهم، وأيضا كاين المذكرات الوزارية والمراسم اللي اشتغلنا عليها تنظمه في إطار النقل المزدوج اللي اليوم تيخضع للتنظيم وتيخضع للقرارات والمذكرات واللي بالفعل تتنظمه. واليوم نحن في إطار الدراسات المجالية اللي تنشتغلوا عليها على أساس أننا تكون عندنا مخطط مديري للمغرب ككل، على أساس أنه اللجان الإقليمية عندنا التي ترأسها السداد العمال تكون موفقة لاختيار جميع الأماكن ديال النقل المزدوج في الأقاليم، وتحاول هي على صعيد الإقليم ديالها أنه تشوف ما هي الأماكن اللي خاصها ينتقل فيها بالعالم القروي. واليوم راه حنا درنا دفتر تحملات وما دايرين الشروط اللي مرتبطه بالاستثمار الا تقديم الخدمه والسلامه الطرقيه، وبالتالي اللي بغى يستثمر في القطاع ديال النقل المزدوج في الباديه فهو مرحب به. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد نائب. القروي كيعانيو من مشاكل النقل. ناخذ مثال اقليم تازه للمسالك الطرقيه غير معبده، وسيله النقل الوحيده هي النقل السري
اللي كيفك العزله عند الساكنه وكيلقى راسو في واحد المعاناه مع رجال الدرك الملكي لانهم هاد الناس بلا رخصه بلا والو. حنا بغينا نعرفوا غير فوقاش غتفكوا هذا المشكل ديال النقل المزدوج اللي رفع المعاناه على الساكنه. حتى دابا كتقول لي الاقاليم، الاقاليم الناس راه دافعين الدواسه ديالهم ما كاين والو، ما كاينش حتى شي واحد ما كيتجاوب معاهم، تقول لهم دافعين الاقاليم، الاقليم شنو غايدير؟ الاقليم هو كيصيفطوا للسيد العامل، السيد العامل هو كيجمع الدواسه، انتم اللي خصكم تفكوهم ماشي السيد العامل، كتردوا من الاقليم. دابا انت الاقليم كيقول خصكم تشوفوا لاغور الوزير، الوزير كيقول خصكم تشوفوا الاقليم، اذا هذا المشكل ما عمره غايتفك، وبقاو غاديين في هذا الفيلم. تعقيب اضافي، تفضل السيد نائب. السلام عليكم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير محترم، حقيقه كاين مجهود ولكن راه ضعيف بزاف السيد الوزير. هذا النقل المزدوج امتى غادي يطلق في هذا العالم القروي؟ حنا كل السنه اللي جات تنجيو نقولوا النقل المزدوج، الناس راه تعيشوا واحد المعيشه ديال المكر في العالم القروي، تيركبوا في البيكوبات، تيركبوا في الكاميونات ديال لابان. تقول لنا هذا الشيء السيد الوزير السابق، عطانا وعود هنا قال لنا هذا الشيء غادي يتحل. حنا من مراكش حسبنا بان كاينه 200 تقريبا ولا 300 طلب رجعات، علاش رجعات؟ واش الناس ما عندهمش اسمو؟ لهذا السيد الوزير هذا الشيء راه خصك تحيدو من هذا من هذا من هذا من هذه الوزاره. الا ما قدرتوش عليه عطيوه لشي حد اخر. وشكرا. شكرا السيد نائب. هنا تعقيب اضافي. جاوب السيد الوزير. رئيس السيد الرئيس، انا غير نبغي ما يكونش خلط وما يكونش تعميم. الاقاليم التي تشتغل بطريقه مؤسساتيه ومنظمه كلها تعقد فيها اللجان الاقليميه وتسلم الرخص، ماشي فيلم، هذا عمل واقعي اللي هو ميداني. كاين بعض الاقاليم اللي ما فيهاش الدراسات، جاوا الملفات السادة العمال وعندهم الحق، مين تينزلوا الناس الطلبات كل واحد باغي يمشي في مرش قتلو، قال لك هو بنت له هذه القريه باغي يمشي، تيقول لك انا نمشي للقريه وندوز على الطريق الوطنيه. كاين قانون منظم، اللجنه الاقليميه هي التي تقول ان النقل المزدوج يخرج من القريه ويمشي للقريه، والا اضطر يدوز من الطريق الوطنيه بشي كيلومتر ولا جوج معليش. اذا الا كاين شي اشكالات من هذا القبيل في مراكش، لانه الطلبات ليس كل الطلبات تستجيب للشروط القانونيه، احنا ما يمكنش نعطيو. شكرا السيد الوزير. المخطط الوطني للسكك الحديديه للسيدات والساده النواب المحترمين على المجموعه النيابيه للتقدم والاشتراكيه، فلتتفضل السيده النائبه. نسائلكم السيد الوزير حول المخطط الوطني لتوسيع شبكه السكك الحديديه. شكرا. تفضل السيد الوزير. وهو المخطط السيده النائبه المحترمه واسع، وحنا مستعدين نجيو للجنه نشرحوا لكم. هو مخطط اللي خلى في السنوات في 14 مليار ديال الاستثمار، واللي فيه التثنيه وفيه التثليث وفيه المحطات الطرقيه وفيه الامور ديال الصلامه الطرقيه ديال لي باساج الفوق الافقيه والتحتيه، فيه برنامج ديال الطريق القطار الفائق السرعه. يعني هو برنامج جد طموح وجد متكامل، واللي عندنا فيه رؤيه ديال التوسع افقيا في الافق المغرب العربي وجنوبا كما تفضل صاحب الجلاله وانتم تهضر، وقال لك ودي احنا عندنا طموح اننا نمشيو حتى للقويره ومن بعد نكونوا عندنا السكك الحديديه الافريقيه. فالبرنامج هو متوفر بمخطط مديري مستقبلي، حتى احنا الفرصه اننا نزيدوا نوسعوا ونذكروا عليه في اللجنه غيكون افضل. السيد الرئيس شكرا. جوابكم السيده النائبه. تعقيب وزير، مزيان يكون عندنا طموح ولكن من الاحسن يعني نفعلوا على ارض الواقع، مما لا شك فيه انكم تقومون بمجهودات جباره للنهوض بهذا القطاع، كما ان الامر يتطلب واحد الغلاف مالي مهم ونحن نتفهم ذلك، ولكن سيد الوزير يجب استثمار جميع الامكانيات المتاحه بما فيها العلاقات الخارجيه. والامر الثاني سيد الوزير وهو الاهم بالنسبه لي، هو يجب الاستفاده من التجربه الحاليه وعدم تكرار نفس الاخطاء فيما يتعلق بالبنية التحتية من ممرات سككية وقناطر، وهنا هذه القناطر تعتبر نقط سوداء تتسبب في العديد من الحوادث سيد الوزير. وهنا سيد الوزير يؤسفني ويؤلمني جدا أن أذكركم سيد الوزير أنه بعد مرور أو تقريبا على مرور 3 سنوات على الحادث الذي ذهب ضحيته أحمد الزيدي وعبد الله بها في قنطرة أصبحت ساكنة بوزنيقة تسميها بالقنطرة المشؤومة أو قنطرة الموت،
لم يتم لحد اليوم السيد الوزير إغلاق المجرى الذي يصب في هذه القنطرة. نطلب منكم سيد الوزير فتح تحقيق في هذه النازلة، وذلك تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وشكرا. شكرا سيدة النائبة. هل هناك متعقب إضافي فاخ العدالة والتنمية؟ شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في الولاية السابقة كانت تبرمج الكهرباء نتاع الشطر فاس وجدة، الولاية تسالات ما عرفناش فين هذا البرنامج واصل. نتمنوا سيد الوزير تعطيو لنا فوقاش غادي تبدا الاشغال في هذا الشطر، وشكرا. شكرا السيد النائب. تفضل السيد الوزير. ليس هناك تعقيب اضافي، تفضل السيد. نعم، فرصه تحتنا السيد النائب، مشكوره لطرحهم على الاخوين السي زيدي والسي بها. بالفعل اليوم البرنامج ديال السكك الحديديه في ميت عمر بالمعابر هو برنامج اللي استطعنا اليوم السيده النائبه المحترمه اننا ننجو فيه 80% مما هو وطني، واننا 20% المتبقيه راه عندنا مبرمجه خلال 2017-2020 على اساس انه جميع المعابر الغير المحروسه على انه يتم انه تكون الكترونيه ولا بطريقه اللي تولي امنه 100%. فاس وجده راه في المراحل الاخيره ديال الاشتغال، وحنا تنقولوا على انه ما غاديش يكون مبرمج في المخطط المستقبلي ديال لوين صيف، بمعنى اننا نكونوا كملنا ان شاء الله رب العالمين في هذه المرحله، بالاضافه الى انه كاين اضافات اللي هي نوعيه اليوم اللي تقوم بها السكك الحديديه، وخاصه بعض المدن التي لم تكن مرتبطه بهذا المجال، وخاصه دابا المدن اللي هي فيها جوج مدن كبار في واحد الاقليم بحال القصر الكبير والعاب. شكرا السيد الوزير عن خدمات قطاع السكك الحديديه للسيدات والساده النواب عن فارق الاصاله والمعاصره. تفضل السيده النائبه. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم حول الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها للاهتمام أكثر بجودة خدمات النقل السككي، وشكرا. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد النائبة، بالفعل اليوم المكتب ديال السكك الحديدية عنده برنامج اللي كان برنامج خلال 2010-2015 واللي قام فيه بعديد من الإجراءات اللي كانت مرتبطة أساساً بالسلامة في المجال ديال التحيين وديال تدقيق مختلف المعطيات المرتبطة بالخدمة. ففي هذا المجال ديال التحسين وتجويد الخدمة استطاع المكتب على أنه يتقدم نقاط إيجابية، باعتبار أنه اليوم في إطار البنية التحتية الخدماتية الرئيسية على الصعيد الوطني هو على الصعيد الأفريقي هو مصنف كما تعلمون في الدرجة الأولى، لكن وأقولها دائما في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين لا زال هناك أمامنا العديد مما يمكن أن نقوم به باش نوصل للمستوى ديال الطموح ديال المسافرين وديال المواطنين اللي تركبوا في القطارات، وخاصة على أن في بعض الأحيان هي اللي تكون عندها أثر واضح هي الفترات الاستثنائية عندما تكون هناك أعياد ومناسبات، وأيضا عندما تكون بعض الإشكالات اللي مرتبطة بالبنية التحتية. مثلا احنا تنثلثوا الخط ديال القنيطرة الدار البيضاء، عندنا إشكالات مرتبطة بالتوقيت، عندنا إشكالات مرتبطة بالتأخر، عندنا مشكلات لأنه تتكون هناك أشغال، وهذا تيرفع من المستوى أو التي يجعل المستوى ديال الخدمات تيبان ما مزيانش. لكن تنتصوروا على أنه من غتسالى هذه البنى الهيكلية والاستراتيجية ستتحسن إن شاء الله رب العالمين الخدمة بما يليق بمستوى بلادنا. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، كانت الحكومة السابقة قد وضعت برنامجا حكوميا ما بين 2012 و2016 حول قطاع السكك الحديدية يشمل عدة إصلاحات تأهيلية لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والمجالي داخل المملكة، لكن ولحدود الساعة لم يعرف القطاع أي تغيير، فتردي خدمات السكك الحديدية بتجهيزاتها المتواضعة بشكل فظيع أصبح يمس بكرامة المواطنين بمن فيهم السياح الأجانب الذين يستعملون القطارات في تنقلاتهم. هناك مشكل الأسعار المرتفعة التي لا تتماشى حجم وجودة الخدمات المقدمة. أما ظاهرة تأخر القطارات أصبحت هي القاعدة، واحترام المواعيد تشكل استثناء. هناك أيضا مشكل القطارات غير مكيفة والنظافة فيها منعدمة. أما فيما يخص المرافق الصحية فهي غير صالحة وتفوح منها روائح كريهة. هناك أيضا مشكل تنامي ظاهرة السرقة بين العربات، ثم مشكل اكتضاد ما يجعل بعض المسافرين يقفون طول الرحلة لأنها من المكتب للأسف أصبح هو الربح ولو على حساب سلامة المواطنين.
كذلك هناك مشكل خطير وهو ارتفاع عدد القتلى الذي وصل إلى أزيد من 100 ضحية سنوياً بسبب الحوادث المرتبطة بمكونات البنية التحتية للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وما يحز في النفس أكثر سيد الوزير هو أن الحكومة شكراً سيدة النائبة. هل هناك تعقيب إضافي؟ جاوبكم السيد الوزير. أنا سيد رئيس لا كنت أتفق مع السيدة النائبة في مجموعة الظواهر اللي هي معقولة وتنشوفها كاملة وما يمكنش أن كاين في عدد القتلى. اسمحي لي عندك إحصائيات قديمة داك الشيء ديال ما يمكنناش نهضروا عليه ونزلنا بأكثر من 40% خلال هذه السنتين. ما نقولوش للمواطن شي حوايج اللي ما كاينينش وخاصة عندما يتعلق بالأرواح. تقول لي تعطل التران المغاربة عارفين ولكن تقول لي عدد القتلى تزاد غير صحيح. المكتب دار جهود في هذا المجال وما بقيناش نهضروا على 100 نهضروا على 40 وتنهضروا على 43 اليوم. فاذا من فضلكم امور بحال هذه ما خاصش الواحد يزيد فيها. ما يتعلق بالامور ديال تحسن المؤشرات هي عندي مؤشر الوثوقيه المعدات الكهربائيه المعدات. شكرا. تاهيل محطه القطار قطارات للسيدات والساده النواب المحترمين انفاق العداله والتنميه. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير عن تاهيل عن الإجراءات التي تتخذونها لتأهيل محطة القطارات نسائلكم وشكرا. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد رئيس. سيد نائب في إطار اللجنة كانت لنا فرصة أننا نتكلم شوية على إطار الميزانية لكن ما يمكن أن يقال هو أنه البرنامج ديال المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا المجال هو برنامج اللي هو متعدد المداخل فيما يتعلق بالمحطات وخاصة أنه اليوم عنده جيل جديد من المحطات اللي هي مرتبطة أساسا بفضاءات ديال العيش وليس فقط فضاء ديال السفر واللي من خلاله عندنا بعض النماذج اللي تتشوفوا اللي تتعرفوا واللي هي في المحيط ديالنا كاملين. اليوم عندنا فضاءين هما غير قراب ديال الرباط أكدال وديال الرباط المدينة اللي بالفعل هما مشاريع اللي فيهم أكثر من 23 ألف كيلومتر مربع واللي غادي يكونوا إطار جديد للحياة واللي غادي يجعل بالفعل مستوى ديال الخدمات أنه يتقدم بالإضافة إلى برنامج اللي عندنا. ما غاديش نسرد عليكم الأماكن باش ما نفهموش أن داك الشيء كاين غير هنا في الرباط في العاصمة ولكن عندنا هادشي ديال بن قرير عندنا قرسيف عندنا سطات عندنا الصخيرات عندنا تازة عندنا مكناس في إطار إعادة الاشتغال عندنا توريث إلى آخره بمعنى أنه المحطات والاشتغال ديال المكتب عليهم راه هو في برنامج متعدد قوة المداخل. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير متفقين جميعا على انه النقل السككي هو رافعه من رافعات التطور والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. لذلك احنا نقدر ونتمم المجهودات المبذوله لتاهيل محطات القطار وجعلها فضاءات منفتحه للحياه وللعيش كما قلتم سيد الوزير. لكن لدينا ملاحظات اذا سمحتم. غير مقبول ان يقتصر الامر على 3 و4 ديال المحطات وكان المواطن اللي كيستحق هذه الخدمات المتنوعه والمتعدده والمشكوره في بعض المحطات لا يستحقها في محطات اخرى. اذا احنا مطالبين بتعميم هذه الخدمات في جميع المراكز بما يسمح بتحقيق العداله بين المدن وبين المراكز. النقطه الثانيه يجب ان تتحدث المحطات سيد الوزير والقطارات اللغه الامازيغيه تفعيلا لمقتضيات الدستور باش تكون السياسه التواصليه داخل هذه الفضاءات منسجمه مع الدستور ومحققه لحاجيات المواطنين في هذا المجال. ثالثا لابد من ضمان يعني استفاده ذوي الاحتياجات الخاصه من هذه الخدمات داخل محطه القطارات لان المراكز المهيئه الان لا تستجيب لهذا المطلب. كذلك لابد من تفعيل فضاءات الشكايات وايضا التجاوب مع السيد الوزير. ثم لابد من تنويع الخدمات التواصل الإعلامية حتى لا تقتصر على يعني الإعلان عن مواقيت القطارات فقط لتمتد إلى خدمات تثقيفية تواصلية توعوية وتحسيسية ولما لا أكثر من ذلك. سيد الوزير المجهود المبذول لتأهيل محطات القطار مشكور ومقدر لكن أن تكون الخدمات. شكرا سيد نائب استنفدتم الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير تفضلوا. نعم فيما يتعلق سيد الرئيس ببعض المقترحات اللي اليوم نشتغل عليها واللي عندنا فيها اداء اللي يمكن نعتبره فوق المتوسط جدا وخاصه المجال ديال الاحتياجات الخاصه. الى لاحظتوا الفضاءات ديال القطارات هي تتطور في هذا المجال ونحن بصدد اقتناء بعض العربات اللي كلها غتكون جاهزه باش الناس ديال الاحتياجات الخاصه يركبوها وعندنا واحد العدد لا باس به اللي غيتعمم على الصعيد الوطني. انا قلت ما كاينش غير الرباط الدار البيضاء عندنا الدراسات دابا ديال القرسيف ديال السطات ديال الصخيرات ديال تازه بالاضافه الى انهاء البناء ديال بن قرير وديال تاوريت بمعنى انه هذه المساله تتعمم. شكرا الشيء ديال الامازيغيه.
الوقوف وتوقف الحافلات بالطرق السيارة للسيدات والسادة النواب من الفريق الحركي، فليتفضل أحد السادة النواب. مشكورا. تفضل. شكرا. السؤال موجه لكم سيد كاتب الدولة، هو حول وقوف وتوقف الحافلات على طريق السيار وما يشكل ذلك من خطورة على مستعمل هذه الطرق. شكرا. شكرا سيد نائب. سيد الوزير. شكرا سيد رئيس. الأمر واضح، القوانين مدونة 52.05 كما غيرت وتممت 114 لا تسمح لا بالوقوف ولا بالتوقف إلا في حالات استثنائية ضرورية وتسمى بالحالات القصوى، وما عدا ذلك فالحافلة تمشي للمحجز، وليس فقط الحافلة، حتى السيارات الخاصة ما يشي في الصالة ما عندهاش خاصة توقف إلا في الحالات الضرورية القصوى. اليوم كاين إشكال بالفعل ديال المراقبة داخل الفضاءات، حنا عندنا وحدات متنقلة وتعمل ليلا نهار 24/24 على أساس أنها إلى لقات شي واحد تتقوم بالواجب، لكن اليوم في إطار ما هو مستقبلي عندنا اليوم رادارات اللي غادي تكون بإمكانها أنه في جميع الطرق ديال المغرب غادي يبان كل واحد متوقف وغير متوقف باش يتم مباشرة على أنه يتم التعامل معه وفق النصوص اللي هي قانونية مباشرة، وهذا في المستقبل القريب إن شاء الله رب العالمين. شكرا سيد الرئيس. شكرا. تعقيب سيد نائب. شكرا سيد كاتب الدولة. هنا سيد كاتب الدولة أنا كنهضر على واحد مجموعة ديال النقاط اللي هي أصبحت اليوم عبارة عن محطة طرقية، يعني الحافلات كتوقف وكتركب المسافرين وكتنزل المسافرين، وهاد المسافرين بالأمتعة ديالهم والسيارة ديال كيتسناهم جنبات ديال طرق السيار، يعني نخليكم تخيلوا معايا سيد كاتب الدولة الخطورة ديال الأمر. يعني نعطي مثال ديال واحد النقطة اللي جات ما بين طريق السيار تازة فاس وبالضبط عند محطة الأداء ديال تهلة. عندك هذه النقطة كما قلت لكم سيد كاتب الدولة يعني عبارة عن محطة طرقية، المسافرين كيجيو ينزلوا من تما ويركبوا من تما والسيارات كينتظروهم، وهذا الشيء كتعرفوا بالخطورة ديال هذا الأمر سيد كاتب الدولة. لذا كنطلب منكم سيد كاتب الدولة معالجة هذا الأمر مع مختلف المصالح اللي عندها صلة بالموضوع، وشكرا. شكرا سيد نائب. هل هناك تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير تفضلوا. نحرص السيد الرئيس وخاصة في هذه النقطة التي تفضل بها السيد النائب على أساس أنه يكون زجر لما هو كائن الآن في القانون. قلت اليوم بقدر ما يطلب من الوزارة ومن طرق السيارة على أنها تقوم بالواجب بقدر ما المواطن هو الذي يفرض في كثير من الأحيان على صاحب الحافلة بأن يقف، والمرة الجاية إلا ما وقفلوش ما غاديش يمشي معاه، بقدر ما داك صاحب الحافلة عاود والسائق تيعمل عاود تيقول لك لا حتى أنا بالفعل. فإذا هي جزء منها، نحن نتحمل مسؤوليتنا باش نقوموا بالواجب، لكن أيضا في إطار التحسيس الجماعي نتمنى على أنه المسافرين تعطي قطاع النقل الغير المهيكل للسادة والسيدات النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. فلتفضل السيد النائبة مشكورة. سيد كاتب الدولة، نطرح السؤال حول وسيلة النقل ثلاثية العجلات المسمى تريبورتر، عن ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم للحد من تزايد هذه الوسيلة وكذلك لتأطير هذا القطاع؟ شكرا. شكرا سيد النائب. السيد الوزير. شكرا رئيس. هذا أيضا سيد الرئيس مجال اللي من ناحية القانونية هو فيه جميع النصوص القانونية سواء كانت في المدونة 52.05 والتي تحدث على التريبورتورات اللي عندهم ثلاثة، ولكن أيضا على الرباعي واللي عنده عموما أكثر من 50 سنتيمتر مكعب ولا أقل ولا أكثر، اللي جات الإضافات النوعية اللي جاب التعديل ديال المدونة وأنه زاد قيود على ضرورة على هؤلاء باش يكون عندهم اليوم حتى اللوحة مينيرولوجية اللي هي ضرورية باش يشدوا يمشيوا ويكونوا في اطار القانون. وايضا اليوم كاين تدقيق ديال الفحص التقني اللي ولا اجباري بالنسبه لاكثر من 50 سنتيمتر كوب مكعب، واللي اصبح ايضا ضروري انهم تكون عندهم بطاقه رماديه الكارت غريز اللي يكون فيها نقل البضائع فقط، ما عدا ذلك من الممارسات مشينه بالفعل هي مدانه، والتطبيق ديال القانون على خلاف ما جاء على بعض لسان وسائل الاعلام الله يسامحها على انه تم التمديد واننا نحمل مسؤوليه الاطراف الاخرى، فالكل يجب ان يتحمل مسؤوليته وتطبيق القانون هو على الجميع. شكرا سيد الرئيس.